اللهم يا من هو أقرب من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك يا كافي كل شيء، ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن عن ديننا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا. اللهم لك الحمد وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. يا ترى